تحقيق الأحلام رهين باختيار المسارات الصحيحة، وفريق برنامج واش فهمتونا عنده مهمة جديدة كل عضو فيه مآمن بها. مشكل التوجيه خصو حل جذري، وتوفر المعلومة المتكاملة هي بداية الحل. غادي نحاولوا هذا الموسم نساعدوا التلاميذ اللي باقيين كيقلبوا على طريقهم بعد البكالوريا باش يضمنوا مستقبلهم ويفرحوا والديهم. حلقة اليوم من برنامج واش فهمتونا غادي نتعرفوا على لانسات، المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني هنا في مدينة المحمدية. ربما الاسم ديال المدرسة لا يدل على كل الشعب التي تدرس هنا في هذه المدرسة هذه. وغادي نبداو الحلقة بالإجابة على السؤال الأهم، شنو اللي ممكن يخليكم تختاروا لانسات؟ علاش انسات؟ ايكول نورمال سوبيريور دونسينيمون تكنيك دو محمديه. الوغ باش نجاوب على هاد لا كيسيون غادي ندوي على ليكسبيريونس ديالي. كون جيتي اون كلاس بريباراتوار جي فيزي سور ان ايكول كي اوفر اون بون فورماسيون دون لو دومين دو لانجينيوري الكتريك، اي لانسات كتعطيني هاد لا فورماسيون. انسات ما كتعطيش اون بون فورماسيون سولمون في لو دومين دو جيني الكتريك، مي اوسي اون جيني ميكانيك، اون مات اي انفورماتيك، اون ديوتي، اون ايكونومي، ماستر، دكتورا، اكسيتيرا. اشنو اللي كيميز لا فورماسيون ديال لانسيت على لي زوتر ايكول؟ بروميرمون لانسيت عندها واحد لا فورماسيون كي فيز باش انها تخرج دي جانجينيور كي سون بوليفالون، لي اي دومين فاش حطيتيهم غادي يخدموا فيه. كيفاش هادشي؟ واحد لانسيت ما كتخدمش سولمون على لو كوتي تكنيك، مي اوسي على لو كوتي ديال لونتربرونيا. في لو كوتي تكنيك كي عندنا دي لابو كي سون بيان ايكيبي، وهادشي كيخول لي ستوديون انهم يخدموا لي طرافو براتيك ديالهم دون دي بون كونديسيون، وبالتالي كيقدروا انهم يديروا واحد لا ليزون ما بين لو كوتي براتيك اي لو كوتي تيوريك. من جهه ثانيه في لو كوتي ديال لو دومين دو لونتربرونيا كنقراو دي موديول اللي عندهم علاقه بلو دومين ديال لونتربريز، مثلا مانجمنت، جيستيون، دروا. من اول عام لينا كنبداو كنخدموا على دي بروجي بيرسونيل اللي كيخول لي ستوديون انه يكون عنده واحد الكونتاكت مع شي وسط من غير الوسط ديال ليكول ديالو، كيكون عنده كونتاكت مع وسط خارجي، مع ناس اخرين اللي كيخدموا حتى هما في دي زونتربريز. في هاد لي بروجي كيكون خاصنا مثلا اننا نقادو دي دوسي دي سبونسورين، كنتعلموا اننا نديفلوبيو لا بيرسوناليتي ديالنا، اننا نخدموا اون جروب. وهادشي فريمون شي حاجات اللي كيكونوا مطلوبين في لو دومين ديال في سوق الشغل وفي لو دومين ديال لانجينيوري. هادو هما الاسباب اللي خلاتني انني نختار لانسات، وحتى نتوما ما غاديش تندموا الا جيتو تقراو في لانسات. بشرى الهام، شكرا لانكم قبلتوا الدعوه ديالنا. الهدف من هذه الفقره هو انه نوضح شروط الولوج بالنسبه للتلاميذ المقبلين على اجتياز شهاده البكالوريا واللي عندهم رغبه يجيو يقراو معكم. دونك الهام بالنسبه لي باشوليير، شنو هي شروط الولوج؟ الوغ بور لي باشوليير بروميرمون هاد لي 3 فيليير اللي كيكونوا ابري بوست باك كيكونوا ديدي بور لي دو تيب دو باك ساينتيفيك سون اس في تي مات سيونس مات ا سيونس مات بي اي فيزيك، اي بور لي فيليير تكنيك كسا سرا اس تي ام اس تي او سيونس ايكونوميك سيونس لا جيستيون كونطابل. Premièrement, qu'est-ce qu'on a de moyen calculé entre le régional et national, 70% pour le national et 20% pour le régional. Et puis, fais-je quand tu bases avec le moyen calculé, les étudiants qui connaissent ces bichiers de dossier qui scannent qui sont sur la plateforme de l'INSET, les www.inset-6media.ac.ma. Et puis, qu'est-ce qu'on a après l'étude du dossier? Et finalement, qu'est-ce qu'on a une liste principale? Et puis, une autre liste d'attente. Les listes qu'on a convoquées, la liste principale, qu'on a un dépôt physique du dossier. Donc, qu'est-ce qu'on a un dépôt physique? Et la procédure, qu'est-ce qu'on a en ligne, qu'est-ce qu'on a sur le site? Et c'est pareil pour les deux types de DUT, que ce soit en finance ou bien en DUT administratif. Et aussi pour la filière LP, c'est le même truc.
truc kayna une petite différence c'est que kaykoun un concours écrit oral et puis الناس اللي kaykounou الناس اللي kaynchhou fdak le concours kaykounou admis automatiquement باش يقراو في la licence. Très bien. دونك انت سبقتي السؤال ديالي بالنسبه للناس اللي الا ما تجاوزوش مباشره ولا ما جاوش مباشره مورا البكالوريا واش عندهم فرصه انهم يجيو من بعد؟ بيان سور كيكون واحد الكونكور هذه كتكون هاد الكا كيكون غير بور لا ليسونس كيكون واحد الباسخيل ولكن خاص لي ستوديون يكون عندهم ان باك بلس 1 سوا في لي فاكولتي سوا في دوطخ او اس تي فوالا كيكون عندهم كتولي عندهم اون بوسيبيليتي باش يدخلوا الباسخيل كيقراو لا دوزيام اني نيشان. بشرى الان غادي ننتقلوا للسيكل دانجينيور وغادي نتعرفوا معك على شروط الولوج. بالنسبه للانسكريبسيون سيكل دانجينيور كاينين 3 ديال لي شومان بالنسبه للناس اللي ديجا خداو الباك ديالهم وعندهم 2 سنين ابخي الباك كاينين 2 ديال لي شومان سوا اترافير الكوكون ناسيونال كومان اللي هو سي ان سي وسا ديبوند الكلاسمون ديال كل واحد وكيفاش حط الكلاسمون ديال ان سي فوالا كيدير الانسكريبسيون ديريكتومون سوا اترافير واحد الكونكور اللي كيكون انترن كيكونوا فيه 2 ديال لي ماتيير فيزيك والمات والفيزيك سا ديبوند هذيك الفيليير اللي ديجا هو اختارها يعني باغ اكزومبل مثلا انا غادي نختار واحد الفيليير اللي كاينه في ديبارتمون الكتريك غادي ندوز فيزيك في تو سكي كونسيست هذاك الشيء ديال الالكتريسيتي بالنسبه للاخرين الكات الثالث او الشومان الثالث اللي هو باسخيل وسا ديبون النومبر ديال 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 لي بلاص اللي كيكونوا عندنا باغ اكزومبل مثلا يقدر واحد يكون ديجا عنده ليسونس بروفيسيونيل يقدر انتغري ديريكتومون اترافير واحد الكونكور دوزيام اني ديال السيكل دانجينيور. شكرا لكم شكرا على كل هذه التوضيحات هذه. اذا بالنسبه للناس اللي غادي يتجاوزوا كل هذه المراحل هذه وغادي يدخلوا للانسيت هنالك عدد كبير من الشعب اللي ممكن تدرسوها وتقراوها اللي كاينه في 5 ديبارتمون غادي نتعرفوا عليها مع الطلبه ديال المدرسه. السلام عليكم معكم عبد المهيمن البريني طالب مهندس بالسنه الثانيه من سلك المهندسين جيني اندستري لوجيستيك. هاد لا فيليير اللي كاينه في ديبارتمون جيني ميكانيك. جيني ميكانيك كتحتوي على جوج ديال لي جوج ديال لي فيليير جيني اندستري لوجيستيك اي جيني ميكانيك دي سيستيم اندستريال. هاد لي دو فيليير هما بحال من ناحيه لا فورماسيون غير كاينين دي بوان كي ديفير. دونك بور لي ماتيير اللي كنقراو تو سكي تكنيك سيتادير لي ماتيماتيك ابليكي فيزيك ابليكي اتسيتيرا. بالنسبه لو كوتي ماناجيريال تو سكي جيستيون دي زونتربريز ماركتينغ اتسيتيرا. وبالنسبه لو كوتي تكنولوجيك كنقراو لي لوجيسيال دو كونسيبسيون كوم كاتيا و لي زوتي دو فابريكاسيون ميكانيك اتسيتيرا. بور لي بوان كي ديفير بين هاد لي دو فيليير هما في جيني اندستري اي لوجيستيك كتخصص شويه في لا لوجيستيك سيتادير لا جيستيون دو فلو لا جيستيون دو برودكسيون زعما على الانتيريور ولا على الاكستيريور دو لونتربريز. او في جيني ميكانيك كيكونوا بلي بريسي في لا كونسيبسيون ولا فابريكاسيون ميكانيك. دونك لي ديبوشي ديال هاد لو ديبلوم سون دي انجينيور ديتا اللي كيخول لهم انهم يخدموا في لو سيكتور بريفي ميم في لو سيكتور بيبليك بور لا فيليير جيني اندستريال اي لوجيستيك. دونك اون تيسكي مانجمنت دي زونتربريز وبالنسبه للجيني ميكانيك دي سيستيم اندستريال اون تيسكي ils ont plus précis la conception mécanique et la fabrication. السلام عليكم سميتي ياسين مجبر اتيديون انجينيور فلانسيت محمديه وجيت اليوم باش نقدم لكم لا فيليير ديالي. تو دابور انا يا افيليير للديبارتمون ماتيماتيك اي انفورماتيك. هاد الديبارتمون فيه جوج نتاع لي فيليير فيه جي ال سيد جيني لوجيسيال دي سيستيم انفورماتيك ديستريبيي و بيك داتا اي كلاود كومبيوتينغ. بور سكي دو مون كورسوس انا يا دابا في جي ال سيد مي لي فيليير تقريبا بحال سورتو اون بروميير اني فيكو كيقراو لي ميم ماتيير. في الدوزيام اني كتبدا سبيسياليتي البيك داتا كيقراو تو سكي سيرفيس كلاود وسيكوريتي دي كلاود والجي ال سيد كيبقاو جينيرال كيقراو تو سكي ديفلوبمون ويب ديفلوبمون ديسكتوب انفورماتيك اون جينيرال باش من بعد يقدروا يتخصصوا في اي حاجه بغاو. نهضروا دابا على لي ديفوشي في لو فيتور. تو دابور خصنا نعرفوا بان الانسيت محمديه كتعطي دي ديبلوم دانجينيور ديتا ce qui fait directement après le diplôme, on peut entrer le marché du travail. Mais il y a des gens qui veulent continuer. Ça
Salam alaikum, je suis Elouji Mariam, élève ingénieure en deuxième année département électrique, plus précisément filière des systèmes électriques et énergies renouvelables. Alors la question qui se pose, il y a les énergies renouvelables. Tout simplement parce que les énergies renouvelables, c'est l'avenir. Parce que tu vois, le Maghreb, il vise le montant de 40 milliards de dollars justement pour développer le domaine des énergies, que ça arrive bien le besoin qu'il y a sur le marché. Et ça, un peu la stratégie de l'INSET, c'est former des ingénieurs selon le besoin les entreprises et le besoin de le marché. Mais qu'il y a une autre filière pour notre département à part la filière SER, il y a génie électrique et contrôle des systèmes industriels. Donc faire de la filière, c'est tout ce qui est industriel, dimensionnement des installations, étudier les machines, la gestion des composants, en gros l'industrie les installations les plus complexes. Pour la formation, généralement la première année, c'est une année commune, il y a une les mêmes matières un peu, mais en deuxième année, c'est plus spécialisé. Pour la formation en l'INSET, donc la formation se base sur 3%. Donc la première portion, il y a la portion technique ou bien technologique, c'est la base, c'est primordial, l'ingénieur connaît le background scientifique. Pour le deuxième côté, c'est le côté managériel, donc tout ce qui est droit, économie, marketing, management, entrepreneuriat, on nous pousse vers l'entrepreneuriat. Et puis finalement, le côté citoyen, l'Ikenksesbourg grâce aux projets personnels l'Ikendiro, ainsi que les activités parascolaires. Ma'akoum Manel Eid Sim Saoud, étudiante en DUT, Administration et Organisation des Entreprises. Alors, mes collègues doivent vous dire la formation Bac plus 2. La formation LINDRH, c'est une formation post-bac. Donc, vous intégrez la formation juste après votre baccalauréat. C'est une formation LINDRH, le département STAIC, Sciences et Techniques Administratives et Ingénierie de Compétences. Une idée générale, elle a la formation, c'est une formation polyvalente. Qu'est-ce que vous voulez comme mémoire à les deux ans, soit tu cumules vos études, une licence professionnelle, soit les facultés, soit d'autres écoles, soit vous pouvez intégrer le marché de travail, bzef djel les postes, puisque notre formation, quand on fait ça, bzef djel hwaïj, genre quand on fait bzef djel les domaines, mais on reste une formation purement économique. Alors, comme j'ai déjà dit, c'est une formation polyvalente. Qu'est-ce des techniciens supérieurs plusieurs matières qui vous aident un profil qui a beaucoup de choses, soit côté managériel, soit côté technique. Et donc, c'est tout pour la formation administration et organisation des entreprises. السلام عليكم معكم سلمى طالبة بالمدرسة العليا الأساتذة التعليم التقني سنة ثانية تخصص اقتصاد وتسيير المقاولات اليوم جيت نهضر لكم على لو ديبارتمون ديالي جيني ايكونومي اي جيستيون دي زونتربريز ونقدم لكم الشعب اللي فيه Alors, on a deux filières pour le département d'Yana. La première filière, c'est une formation Bac plus 2, yani ce sont des DUT. Pour la deuxième formation, c'est une licence professionnelle, spécialité d'éducation, d'économie et gestion des entreprises. Pour les DUT, qu'est-ce qu'on a donc une formation d'Yal Bac plus 2. Donc, au bout d'Yal les deux premières années, qui sont à la table l'économie et la gestion des entreprises, la finance et la comptabilité surtout, parce que c'est leur spécialité. Pour la licence professionnelle durant les deux années qui connaissent un tronc commun, donc le tout, on fait le tour là, tout ce qui est économie et gestion, microéconomie, macroéconomie, statistiques, etc. Et au bout de la troisième année, c'est une année de spécialité, c'est une année de didactique. Pourquoi ? Pour se former, pour les gens qui sont intéressés par l'enseignement, ils peuvent continuer, ils peuvent continuer, ils autant que SSI, dans la madrasa ديالنا كتنخرط في المجهود الوطني لتكوين SSI دا وبالنسبه اللي ما بغاوش هاد الطريق هادي يمكن لهم انهم يكملوا لو كورسوس اكاديميك ديالهم في الماستر او لا ميم في الدكتوراه وبالنسبه لي دي يو تي حتى هما الا بغاو انهم يكملوا لو كورسوس اكاديميك ديالهم ils peuvent postuler aux grandes écoles de commerce soit هنايا في المغرب soit à l'extérieur ou pour les gens اللي بغاو انهم يخرجوا ويولجوا لسوق الشغل يمكن لهم حيت لا فورماسيون كتكون اكيليبري pour les deux filières soit بالنسبه لا ليسونس او لا بالنسبه للدي يو تي كتكون اكيليبري باش انهم واخا يدخلوا لو موند بروفيسيونيل كيكونوا عندهم assez de bagages ou assez d'informations nécessaires
نتمنى نكون انا والزملاء ديالي جاوبنا على التساؤلات ديالكم اللي كانت حول الشعب المتاحه بالمدرسه العليا الاساتذه التعليم التقني بمدينه المحمديه، وحتى الفرص اللي يمكن لكم انكم تولجوا لها من مور ما انكم تاخذوا الدبلوم ديالكم. من بعد ما تعرفنا على الشعب، الان هنالك بعض التفاصيل اخرى اللي كتهم التلاميذ واكيد غادي نتكلموا عليها، وغادي نبداو معك سلمى فيما يخص لي ستاج. دونك لي ستاج اكيد انهم مهمين، هما كتكمله للتكوين ديالكم وهما البوابه نحو سوق الشغل، فبالتالي اللي عرفتوا انه انطلاقا من السنه الاولى كتبداو لي ستاج ديالكم. اكيد. الوغ كيف ما قلتي، انطلاقا من السنه الاولى كيبداو عندنا لي ستاج. دونك بور لي دي يو تي c'est une formation de bac plus 2. يعني في السنه الاولى ديالهم كيكون عندهم ان ستاج دوبسيرفاسيون او لا دينيسياسيون اللي كتكون المده ديالو 4 سيمانات ماكسيموم. في السنه الثانيه ديالهم كيكون عندهم ان ستاج دو فان ديتود باش كياخذوا ابري لو ديبلوم ديالهم. بور لا ليسونس بروفيسيونيل ليدوكاسيون c'est une formation de 3 ans. دونك او بو ديال لا 3ème année كيدوزو un stage de fin d'études au sein d'un lycée. يعني كاع هذوك لي كومبيتونس لي خداو في لا 3ème année surtout en termes de didactique فكتكون عندهم لوبورتونيتي باش انهم كيحطوها سور تيران و il applique كاع داكشي اللي شافو durant leur formation. Très bien. Donc le cycle d'ingénieur c'est notre histoire. دونك غادي تكلمنا يوسف على le cycle d'ingénieur و التدريب ايضا اللي تاخذوها les élèves ingénieurs. الوغ بالنسبه للسيكل دانجينيور هو كيقرب شي شويه بالنسبه للبروفيل دي يو تي لي دو بروميير اني. دونك عندنا البروميير اني لي ستودون كيدير ان ستاج دوبسيرفاسيون بور كي ديكوفر لا في بروفيسيونيل و لوتيليتي ديال سا فورماسيون. لا دوزيام اني عندو ان ستاج دانجينيور، دونك بوندون هاد ستاج هذا خاصو يستعمل لي زاكي اللي خدا بوندون لي دوز اني اللي قراهم و تيخدم على ان سوجي لي بلوز او موان qui va dans le sens de sa formation. La durée du stage est de 2 mois. Bénisval, la dernière, l'année diplômante d'Yelo, qui connaît un stage de 6 mois, qui est un sujet qui demande plus de temps et beaucoup plus de compétences pour chercher de m'aider. Ou généralement, tu connais des sujets, soit des sujets de création et de conception, ou des sujets qui corrigent ou trouvent des solutions à des problèmes dans l'entreprise. Une valeur ajoutée. قيمة مضافة بالنسبة للانسات هما لي دوبل ديبلوماسيون. يعني عندكم دي كونفونسيون مع عدد من الجامعات في اوروبا، نبغيو نتكلموا عليهم ايضا لانهم تيكون ايضا نقطة اغراء بالنسبة لعدد من التلاميذ اللي تيعرفوا راسهم غياخذوا اي لو ديبلوم تاع الانسات ولو ديبلوم تاع جامعة واحدة اخرى. سي فغي بيان سور، كاينين بزاف ديال لي زونتربريز كي سونت على ريشيرش ديال هاد لي ديبلوم هادو. ديما لو ديبلوم اترونجي عنده بلوس دو فالور لي ديبلوم اللي عندنا حنا في المغرب. Du coup, l'école d'Etna offre ce qu'on appelle la double diplomation. Elle a des partenariats avec des écoles à l'étranger, par exemple la France ou le Cameroun. Donc, il s'est fait dream de la double diplomation. Nous sommes parmi les premiers, parmi les étudiants qui méritent la double diplomation. Et que Zadou Am, qui a 3 ans, qui a 4 ans, il y a 2 ans à l'école locale et 2 ans. L'école de Radim Chilea soit. J'ai reçu le deuxième diplôme. Ok. Ok. Li kan atakad ou li smet aïdan b'anna hu kin mshuru jdid yatamasha ma'a siyasat l'mgrib janoub janoub, siyasa yani diplomatia ou tisadia ou l'an aïdan tarbawiya ta'limia. Fima yakhus yani bi'athat gadi tkun min janoub sahra, min afriqia, li gadi tjdid qara fi l'mgrib ou aïdan taraba li gadi kmlu yakhdu la double diplomation dialhum fi afriqia. C'est vrai, le Maghreb qui a beaucoup des actions étudiantes au Maghreb ou des partenariats avec des pays sud-sud. Où l'AMGE, Inch'Allah, va un programme d'échange des étudiants et des profs aussi. Donc, va y une possibilité pour les étudiants qui ont fait des pays, par exemple le Cameroun. Ou la même chose pour les profs. Nous pourrons par la suite avoir des cours avec des profs étrangers et eux la même chose. Et je crois que vous avez aussi un invité de marque du Burkina Faso, c'est Betra. Betra qui est plus ou moins un ambassadeur et qui va initier l'intégration des étudiants africains donc à partir de l'année prochaine. Donc Betra, je suis super content de te rencontrer et de savoir que tu fais partie aussi des étudiants ici à l'ENSET. Tu peux nous parler un peu de ton expérience à l'ENSET? D'accord. Tout d'abord, j'aimerais souligner que je suis en filière ingénierie informatique
Big Data et Cloud Computing ici. Et je suis originaire du Burkina Faso. Et comment je me suis retrouvé ici? Et je suis un lauréat de la Bourse d'Excellence de 2018 qui m'a permis de venir poursuivre mes études supérieures ici au Maroc. J'ai été premièrement à l'FST. Et pourquoi le choix du Maroc et pas d'un autre pays, pas d'une autre école? Et on avait plein d'autres possibilités et j'ai opté pour le Maroc parce que j'ai trouvé on avait presque les mêmes réalités et aussi j'ai trouvé assez intéressant les formations qu'offraient les universités marocaines. Ça répondait aux besoins de ces autres pays d'Afrique. Donc c'était votre attente avant de venir, mais maintenant vous avez commencé votre formation, vous avez en fait découvert un peu la réalité des choses, donc vous êtes satisfait? En effet oui, je suis très heureux d'avoir fait ce choix et ici j'obtiens la meilleure des formations possibles dont j'aurais rêvé et j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui viendront profiter de cette très bonne formation. Bah, écoutez, il y a un projet en cours et ça fait plaisir parce que votre souhait va s'exaucer à partir de l'année prochaine ici à l'ANSET. Et c'est une première au Maroc et j'espère que ça va se généraliser sur d'autres écoles donc dans un futur proche. Merci beaucoup, Betra, et très bon courage. Merci. غادي ننتقلوا الان من بعد هذه المعلومات كلها باش نشاطروا مهدي احد خريجي لانسات التجربه ديالو في ولوج سوق الشغل. عدد منكم ربما كيتسائل اذا كان من بعد التخرج غادي يقدر يلقى خدمه بشكل سريع. غادي نشوفوا مع مهدي. اسم مهدي شكوش، خريج ديال الدفعة الثانية ديال شعبات الهندسة الكهربائية والتحكم في الأنظمة الصناعية. حاليا خدام اون طونك انجينيور ريشيرش ديفلوبمون في لو دومين ديال لي سيستيم اي او تي اي لي سيستيم دانفورماسيون. الوغ كخريج ديال 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 لانسات يعني كان من السهل انني نلقى فرصة ديال الشغل في الميدان ديال الشغل من بعد التخرج. هذا الشيء بيان سور الفضل راجع لا فورماسيون اللي كانت فريمون اون فورماسيون اللي هي بوليفالون، وحاجه اخرى الفضل كان راجع لي زاكتيفيتي اللي كانوا اون باراليل مع لي زيتود اللي هما دي زاكتيفيتي بيان سور ديال لا بارا يونيفرسيتير. الوغ كخريج ديال المدرسه العليا للاساتذه التعليم التقني لا فورشيت ديال لي سالير هنايا سا ديبون بيان سور لا سوسيتي، واش اون جون اونتربريز اللي يلاه باديه، واش اون ملتي ناسيونال، و بيان سور سا رونتر في لا نيغوسياسيون يعني لا نيغوسياسيون ديالك مع لو ريكروتور ديالك. وحاجه اخرى يعني لا كومبيتونس، يعني هنايا الا كنتي ان ليمون اللي فريمون كومبيتون يعني راه غادي يكون عندك ان سالير اللي غيكون مزيان، ولا فورشيت اون جينيرال كتكون في لي زونفيرون ديال 8000 حتى نقدروا نقولوا ديك 11000 12000. الوغ اون طونك لوريا النصيحه اللي نقدر نعطيها للناس الجدد اللي غي اكسيديو ليكول هنايا انهم بيان سور ما خصهمش ينيجليجيو القرايه ديالهم، يعني هذه كتبقى من الاولويات، وان باراليل معاه يحاولوا يديروا دي زاكتيفيتي، يعني ايسي في ليكول كاينين با مال دو كلوب اللي يقدروا يعطيوك با مال داكتيفيتي في بزاف ديال لي دومين. مثلا الناس اللي عندها طموح انها تاسس الشركات ديالها ولا هذا، يعني كاينين دي كلوب اللي يقدروا يمشيو معاك في هذا السونس ديال لونتربرونيا. الناس اللي كتلقى الداز ديالها انها تساعد الاخر، يعني كاينين دي كلوب اللي يقدروا يعاونوك في الاخر في لي زاكتيفيتي اللي كنقولوا سوسيال. وبالنسبه للناس اللي بغات تطور من المهارات ديالها اللي غادي تنفعها بيان سور في لو كوتي بروفيسيونيل ديالها من بعد في سوق الشغل، يعني كاينين دي كلوب اللي غيوفروا لك هاد لي زوتي هادو وغادي تستافد معاهم بزاف ديال الحاجات اللي غادي يعاونوك في المشوار المهني ديالك في المستقبل ان شاء الله.
كانت مهمه بزاف، لانه من خلالها ربما عطانا نصائح ممكن تفيدكم وتفيد التلاميذ المقبلين على الانضمام للانسيت. تكلم كنصيحه على لي زاكتيفيتي بارا يونيفرسيتير، على الانشطه الموازيه والاهميه ديالها في انه كسب ملكات جديده خلاته تسهل عليه الولوج في سوق الشغل. اذا لاي مدى انتم تهتموا بهذه الانشطه داخل الانسيت؟ هاد لا دو لوبجيكتيف ديالها هو انه تخلي لي ستوديون يكون مرتاح في لي زاكتيفيتي بار يونيفرسيتير ديالو. يعني كنقادو لورغانيزاسيون بلانيفيكاسيون ما بين لي كلوب، ما بين لي كلوب والادمينستراسيون، وحتى ما بين لي ستوديون ما بيناتهم الا كانوا عندهم دي رمارك دي ريكلاماسيون و دي شوز كوم سا. هاد لا دو شنو كيدير بالضبط؟ سولون لي بلون طرافاي انيال ديال كل كلوب دايوغ لانسيت محمديه في الـ في الـ في لي زاكتيفيتي بار يونيفرسيتير داخلين فيها بزاف ديال لي كلوب، باغ اكزومبل جي ال ام، روتاك، ميكاترونيك، كلوب سبورتيف ديال اكترز، انسيج جيكس، ميم حتى الالترا داخله معنا في لاسوسياسيون ديالنا. كيحاولوا انهم يخليو يديروا واحد الميدان او واحد المجال اللي يكون هذاك لي ستوديون مرتاح هو كي ابليكي كاع هذوك لي شوز اللي قراهم دو مانيير تيوريك. باغ اكزومبل مثلا عندنا دي ماتيير اللي كنقراو فيهم سوفت سكيلز، كنقراو لونتربرونيا، كنقراو دي شوز بحال هكذا، مي لو في ديال انه هذاك لي ستوديون كيجي لي زاكتيفيتي بار يونيفرسيتير وكيحاول انه يابليكي هذوك الحوايج اللي قراهم تيوريكمون، كتخلي انه يكون هو الليدر، هو البوس، كيحاول انه ياخذ هذاك سونس responsabilité, gestion de conflits, management des équipes, بزاف ديال الحوايج. واكيد بانه كاين مشاريع كثيره اللي قاموا بها لي كلوب نتاع الانسيت، واللي واضح هو انه المستفيد تيكون الطالب وتيكونوا ايضا يعني اشخاص اخرين من خلال المشاريع اللي كتقوموا بها. ومنال هي احد يعني احدى الطالبات اللي استفدت بشكل كبير من الانخراط في مثل هذا الكلوب ومثل هذه الانشطه هذه، وعندك شهاده ديالك خاصه ربما غادي نوجهوها بخصوص لي بارون اللي ترفضوا وليداتهم يديروا هذه الانشطه. نقول هي بوغ لي بارون كيف ما ديجا قلتي كاينين بزاف ديال لي بارون ما كيعطيوش واحد لامبورطونس لهاد لي زاكتيفيتي بارا يونيفرسيتير، و تيقولوا راه غير مضيعه ديال الوقت، الوغ كو نو، سي اون شانس اللي كتعطاك في واحد الوقيته اللي كتكون في اوج العطاء ديالك، واحد لاج اللي تقدر تعطي فيه بزاف وتقدر ديكوفري بزاف ديال الحوايج، سا تو بيرمي دو فورجي تا بيرسوناليتي، و كيما قالت بشرى دو تو ديستينغي دي زوتر، باسكو حنايا في اون كلاس راه كندوزو كاملين لا ميم فورماسيون، مي سو كي مي ديستينغ دون اوتر بيرسون معايا في لا ميم كلاس، سي سكو جو في هذاك لو بارا يونيفرسيتير، هذوك لي ريسبونسابيليتي اللي كناخذ. اي دايوغ الحاجه اللي نقدر نقول بزاف خدمت عليها بزاف لو بارا يونيفرسيتير سي لا بريز دو بارول اون بوبليك، اللي ما بقاتش دابا كتستريسيني، ما بقاتش كتخلعني. زعما ما ستريسياش؟ لا انا دابا كتبتي شي حاجه قبل ولا كتبت شي حاجه؟ جو بارل سبونتاني دو ما بروبر اكسبيريونس. Donc vraiment le para universitaire il est très important le côté personnel, le côté professionnel, parce que fash كتمشي دوز ان انترتيان دومبوش ما كيبقاوش une fois كيشوفوك تي انتريسي بزاف ديال الحوايج ابار القرايه كيوليو لي كيسيون موجهين بلوتو شنو درتي وشنو عطيتي في هذوك لي كلوب وهذوك لي اسوسياسيون اللي كنتي فيهم. إذا منال الرسالة ديالك واضحة جدا بالنسبة للتلامذ وبالنسبة أيضا للأهالي ديالهم، أكيد بأنه داخل المؤسسة الأنشطة الموازية هي مهمة بزاف ومنقسمة لجوج ديال الفروع الأساسية، دونك لا ديو إي لو بي ديو. إلهام تفضلي تكلمنا على الجزء الثاني. سي البيرو دي ستوديون أو مكتب الطلاب، حنا عندنا كوميسيون سي faciliter avec l'échange ou l'interaction entre les profs ou les étudiants ou bien l'administratif en général ou les étudiants aussi d'aman hukuk tulab ou l'hifad avec le mukaraba tacharoukia avec les étudiants ou باش تكون عندنا واحد الكلمه زوينه باش نقدروا نقراو نقدروا نبوسي نقدروا نصدوي. تبارك الله عليكم، كنعتقد بانكم منظمين اموركم بشكل جيد، وكنتمنى لكم كل النجاح في مسيرتكم الدراسيه، وان شاء الله تشرفوا المغرب من بعد التخرج وتخدموا بلادكم ونعولوا عليكم ان شاء الله. اذا الان غادي ننتقلوا للكوتش كريم، كوتش اللي غادي يقدم لنا بعض النصائح باش يخليكم تختاروا المسار ديالكم مورا الباك بشكل صحيح وما تندموش عليه، نصائح ممكن تفيدكم بشكل كبير، ياك كوتش. تماما علي، من بين اهم المشاكل اللي تواجهها التلاميذ في اختيار التوجيه الدراسي ديالهم هي فاش الوالدين ديالهم كيكون عندهم واحد التوجه معين اللي مخالف للتوجه ديال التلاميذ.
لانهم عندهم تجارب دونك تيبغيو الخير لوليداتهم. غير هنايا باش نطرقوا لهذا الموضوع هذا غادي نقسموه لجوج ديال الاجزاء. الجزء الاول غنتكلم فيه مع الاباء، والجزء الثاني غادي نتكلم فيه مع التلاميذ. الفكرة الأولى بالنسبة للآباء باش يعاونوا وليداتهم باش يختاروا التوجيه الدراسي المناسب، هو في سوق الشغل تنقلب على شنو ممكن يجي مع ولدي أو لا بنتي، ماشي شنو اللي في ولدي ولا بنتي يقدر يجي مع سوق الشغل، حيت اون فان دو كونت المهم هو ولدك ولا بنتك، ماشي المهنة اللي غادي يدير. المهنة اللي غادي يخدم فيها أو الدراسة اللي غادي يقراها هي غير وسيلة باش ينجح ويكون سعيد في الحياة ديالو. الفكرة الثانية هي باش نكون ناجح في واحد المهنة معينة، ماشي بالضروري نقرا في واحد المدرسة معينة، لأن المهم هو نطور مهارات عملية اللي غتخلي المشغل يقبلني. باش نطور هذيك المهارات والمعارف خصني نكون موتيفي، وإذا اختاريتي بلاصة الابن ديالك ولا فرضتي عليه واحد الاختيار كتحيد له هذيك لا موتيفاسيون. واخر نقطه، فاش كتبغيو تختاروا الابناء ديالكم بناء على تجربتكم في الحياه، تفكروا مزيان انكم تعدون ابناءكم لزمان غير زمانكم، وسوق الشغل اللي غيخدم فيه ولدك ولا بنتك وسوق الشغل مازال ما كاينش دابا، جديد بشي حاجه جديده، دونك خصك تثق في القدرات ديال الاختيار ديال الابن ولا البنت ديالك. ودابا غادي نتكلم مع التلاميذ اللي ربما عندهم مشكل انهم يقنعوا الاباء ولا الامهات ديالهم بالاختيارات اللي كياخذوا. اول حاجه، الانسان عدو ما يجهل. عادي جدا ان الاب ولا الام ديالك لما كانوش عارفين والو على التخصص ديالك انهم يكونوا ضد. المرحله الاولى في الاقناع ديال الاباء هو تجمع الماكسيموم ديال المعلومات، الا جبتي المعلومات ناقصه فقدرتك على الاقناع ديالهم كتكون قليله. هانت دابا جمعتي المعلومات، باش تقنعهم خصك تختار الوقت المناسب باش يكونوا غادي يسمعوا ليك. الحاله النفسيه ديالهم في اللحظه اللي غتقترح عليهم القرار اللي ربما يقدروا يكونوا ضده كتعاونك ولا ما كتعاونكش انك تقنعهم. المرحلة الثالثة هو تقدم لهم القرار ديالك بشكل تدريجي، يعني تجي مثلا شهر ولا شهرين ولا ثلاث شهور قبل ما تكون باغي تاخذ القرار النهائي، تبدا توجدهم انهم ياخذوا فكرة على هذا التخصص اللي غادي تقرا، هذه المهنة اللي غادي تخدم، تعطيهم معلومات، تلاقيهم مع الناس اللي ديجا خدموا في هذا التخصص هذا، باش توجدهم اللحظة اللي غتقول لهم انا بغيت هذا الشيء. المرحلة الرابعة، عادي جدا ان والديك يدوزوا من واحد المرحلة ديال الشك، يكونوا ضد، يعبروا عليها بشكل اللي ربما يقدر يكون عنيف شيئا ما، فهذه مرحلة عادية، أي حاجة جديدة على الإنسان تيواجهها بلا ريزيستونس في الأول، دونك خصني نعطيهم الوقت باش يستوعبوا هذه الفكرة الجديدة هذه، ونخلي لهم شوية الوقت للتفكير باش يكونوا معايا ولا ماشي معايا بناء على اختيار لوجيك. والمرحلة الخامسة الأخيرة هو الإصرار ثم الإصرار ثم الإصرار. بعض المرات والديك غادي يقولوا لك لا غير باش يتأكدوا واش أنت فريمون باغي داك التخصص، ولا غير سمعتي الهضرة من عند شي واحد وجيتي بغيتي تقترح عليهم قرار من القرارات المصيرية في حياتك بناء غير على فكرة طائشة. دونك الإصرار ثم الإصرار، وإلا ما قديتيش بوحدك استعن بناس من العائلة والأصدقاء ديال العائلة باش تشرح لهم، وربما غيشرحوا أفضل الوالدين ديالك شنو هو القرار ديالك. نتمنى ان هذه المعلومات تكون فاتتكم. نتلاقاو في الحلقه المقبله مع نصيحه اخرى. وصلنا لنهايه حلقه اليوم، اذا كان مازال عندكم اسئله اخرى ما تنساوش تواصلوا مع طلبه المعهد في صفحتهم على الفيسبوك. حنا غادي نتلاقاو الاسبوع الجاي باش نشوفوا مدرسه واحده اخرى نقربوكم منها ونعرفوكم على كل تفاصيلها. سلامه.